إذا قلت أنا ملتزمة هل في هذا شيء يخالف الشرع؟ لا داعي لمثل هذا، لأن هذا تزكية للمسلمين. الله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها بالدين والاستقامة، لأن هذا يكون فيه شيء من الغرور والإعجاب أو المن على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يزكي نفسه، وإنما يعتبر نفسه مقصرا دائما، يعتبر نفسه مقصرا دائما في حق الله، وهو كذلك، هو مقصر في حق الله مهما عمل من الأعمال، لأن حق الله عظيم ونعم الله كثيرة، ولكن الله غفور رحيم. فعلى المسلم أن يعتبر نفسه مقصرا في جانب الله، وأن يستغفر من الخطأ والنقص. قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، لا بد من خلل ولا بد من نقص. جزاكم الله خيرا.